السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم إن شاء الله. من أمام بقى فسخاني الدندراوي، أشهر وأقدم فسخاني هنا في السويس. تعالوا بينا نتعرف على أسعار الفسيخ السنة دي والأنواع كمان، وإن شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو، بس الأول صلوا على النبي ودعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة اللي بيتابعنا أول مرة، وتعالوا بينا مع بعض نشوف الفسيخ السنة دي عامل إزاي. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك. سنة حضرتك طيب. صحة وسلامة. عودة الأيام. شرفتونا. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك. صحة طيبين. حضرتك طيب. قول لي بقى طيبين. يا رب إن شاء الله. عرفنا بقى الأسعار السنة دي مختلفة كتير عن السنة اللي فاتت. هي اختلفت شوية. اختلفت. أسعار البوري نفسها رفعت السنة دي. البوري رفع السنة دي والملوحة والسردينة. يعني الإقبال كبير يعني، والإنتاج يعني برضه خفيف شوية يعني. ما شاء الله. طيب احجام الفسيخ عند حضرتك ايه؟ يعني 600 نص كيلو اكتر اقل يعني، في الرينج ده يعني. والسعر موحد؟ والسعر كله موحد يعني. الفسيخ كله موحد يعني. لا، في اللي هو اقل شويه يعني، الرابع عامل 320. ده الاقل في الحجم شويه. الواحد ربع كيلو يعني. في عندك فسيخ مملح وفسيخ عادم والكلام ده؟ في عادم وفي وسط وفي مالح. الاقبال من دلوقتي بقى كتير ولا قليل؟ الحمد لله رب العالمين، الاقبال بيبدا كده من 25 رمضان او 24 رمضان، تبدا الناس يعني تاخد عشان الزحمه وال اي يوم العيد يعني بيبقى في ضغط شويه. أيوة فعلا. الناس بتحب تريح في اول يوم العيد. من دلوقتي بياخدوا الفسيخ ومثلا بيكونوا في الفليزر، بيبقى زي الفل، بيطلع لعب يوم جميل جدا، لكن لسه واخده من المحل يعني. حتى لو بحالها يعني عادي في الفريزر؟ عادي. في الفليزر يكون افضل يعني. والرنجه كمان؟ والرنجه ده اهم حاجه، الرنجه، لان الرنجه لازم تكون مجمده، لان ملح خفيف ما ينفعش تفضل بره الثلاجه بالذات يعني في الحر ده، يعني في الشبكه او على الثلاجه 3 ايام 4 ايام كتير، اما هي الصلاحيه بتاعتها 4 شهور في الفليزر. دي يعني ممتازه، افضل حاجه تحط في الفليزر. متشكرين جدا. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا زي ما انتم شايفين المحل زحمه، وفي اقبال من دلوقتي كمان على الفسيخ والرنجه والاسماك المملحه. الناس بتبدا تشتري من دلوقتي علشان الزحمه هنا، بيكون زحمه جدا جدا قبل العيد على طول، فالناس بتبدا تنزل من دلوقتي زي ما سمعنا مع بعض الحاج عبود، وبتشيل الحاجات بتاعتها في الفريزر وتطلعها ان شاء الله اول يوم العيد. قول لي يا حاج عبود، خدمه تنظيف الفسيخ بقى؟ لا ببلاش. ببلاش مجانا؟ الخلي والتنظيف الفسيخ بنعمله مجانا يعني، حتى لو في الموسم يعني في الزحمه وفي الضغط وكده عادي. بس انا يعني الناس بتعذرني يعني في اللي هو يوم الوفاه واليوم العيد، ما لان فعلا الدنيا يعني بتبقى زحمه جدا، زحمه جدا، فما اقدرش يعني، بيعذروني في اليوم ده ما اقدرش يعني ايه اخلي او اقطع اللي هو السمكه يعني. طب حلو قوي ان خدمه التنظيف دي مجانا والخلي والخلي مجانا برضه. في ناس بتبيع ده بسعر وده بسعر. ما اعرفش بقى، الله اعلم، بس انا عندي انا بقيت مجانا يعني. طب الزبون هو طالبها جزل كده؟ بيطلبها كده، بيشيل الراس والبطن. ده غير الطريقه المخليه؟ غير الطريقه المخليه، في ناس بتحب اللي هو شوك يعني مصمص كده. في ناس المزاج عندهم اللي هو تسلم ايدك. اي خدمه. تسلم ايدك. بألف هنا وشفا. ومعانا بقى استاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب وعودة الايام ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. عرفنا بقى يا استاذ احمد الاحجام بتاعت الفسيخ. البوري. الفسيخ البوري. بص حضرتك، البوري عندي حاجه ده 3 في الكيلو، ده بيبقى 3 في الكيلو، ده 3 سمكات في الكيلو. شايفين اصلا شكله السمونيه دي نازله؟ ده السمونيه بتاعته. دي السمونيه بتاعته. السمونيه بتاعته ما شاء الله. بصوا بقى معايا ازاي. بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. وفي بقى عندي احجام بقى كبيره بقى، مثلا 2 في الكيلو، دي الاحجام دلوقتي اللي موجوده. 2 في الكيلو. 2 في الكيلو و3 في الكيلو. جميل. بالصلاه على النبي يعني. وفي بقى الملوحه، في الملوحه الاسواني. الملوحه ورينا بقى كده الملوحه الاسواني، بس نوع السمكه بتاعت الملوحه مختلفه مش كده؟ بتبقى حاجه غير البوري خالص. وعليها اقبال بقى الملوحه دي؟ يعني بس هو البوري هو اللي عليه اقبال. دي حادقه قوي. عشان حادقه. دي مين اكتر حد بيشتريها او بيحب ياكلها؟ اللي هم الصعايده يعني، الصعايده هم اللي بيحبوا. بيحبوا الملوحه. بتوع الصعيد هم اللي يحبوا الكلام شكل ده. شكل السمكه من قدام ورينا راسها كده مختلف عن البوري خالص. مختلف عن البوري. البق بتاعها. شايفين ليها سنين كده نوع سمكه معين ده. ده اسمه ملوحه كلابي. ملوحه كلابي نوع السمك كده. غير البوري ده، البوري بقى بتاعنا ده بنخليه احنا على ايدينا.
ما شاء الله. ده البوري ودي الملوحه، وطبعا دي حادقه جدا. طبعا لكن ده دلع بقى الملوحه. دلع. الناس اللي بتحب بقى الفسيخ الدلع مرضى الضغط بيبقى جميل جدا. بقى سردينه بقى ما شاء الله ما شاء الله. نشوف برضو السردينه مع بعض. السردينه برضو دي السردينه بقى الصلاة على النبي يعني. عليه الصلاة والسلام. رشيد. دي مش موزة سردين. لا سردين الموزة بلا فترة اصلا ما نزلتش. عليها اقبال برضو السردين. عليها السردين بالصلاة على النبي كله بياخد منها. ايه تاني عندكم في الاسماك المملحة؟ في بقى عندي بقى رنجة مخلية، رنجة عادية. عندكم انواع من الرنجة زي ما انتم شايفين. موجودة. اللي هي بطارخ ناعمة وبطارخ خشنة. دي البطارخ اللي هي دي بطارخ ناعمة. نعرفها منين بقى؟ نمسكها كده اهو بنعرف اللي دي بطارخ ناعمة. دي البطارخ الخشنة. بطنها بتبقى ناشفة. بطنها بتبقى ناشفة شوية. دي الفرس دي بقى اللي هي البطارخ الفرس. ممكن نخلي اثنين منهم دلوقتي يعني. هنشوف هنشوف واحدة من دي واحدة من دي. واحدة من دي وواحدة من دي. الفسيخ ونوري الناس بقى من جوه اللحم بتاع الفسيخ. لا اللي هم عايزينه. هم العين دي قبل العين دي. الله يكرمك. اللي هم عايزينه. تعالوا بينا نشوف مع بعض بقى طريقة خلي الفسيخ والرنجة. يعني هنجيب كده فسيخ ورنجة اهو. دي الطريقة بقى دي عشان طريقة انا دي سريعة يعني. تبقى بينكي بس صلاة على النبي. اللحم بقى اللحم كلنا المواصفات للناس اللي بتتابعنا من كل المحافظات بقى المفروض يبقى شكل الفسيخ عامل ازاي؟ هو شكله يبقى زي كده بينك. اللون الوردي. اللون الوردي دوت بيبقى دلع ومظبوط. بيبقى لو لقوا لون ايه ما يجيبوهوش ابدا او ما ياكلوهوش. لا يعني بيبقى مبيض يعني بيبقى ابيض زي مثلا ما يتاكلش. ابيض كده وتحس ان جديد. نشيل الشوكة منه كده اهوت. عايز اقول لكم ان الريحه جميله مش ريحه يعني الريحه بس. حلوه قوي يا الله بس. بكل سهوله بتفصل الجلد. سهله سهله. لو ناشفه بتبقى صعبه شويه. بسم الله ما شاء الله اهو شايفين شكل اللحم بتاعها. الله ينور عليك. كل كده انا خليتها خلاص كده من اللحم. تمام. دي جاهزه كده للاكل على طول يعني. بصي ما فيهاش لحم هنا. مفيش لحم تاني ولا اي حاجه. ما هدرتش اي حاجه فيها. لا ما هدرتش خالص اي حاجه. بص انا بطلعها كده بالصلاه على النبي. بس هو تنظيف مجانا بس انا في الاعياد ما عشان طبعا بيبقى عشان ضغط الشغل. ايوه طبعا. لكن بقى ببدا بقى بعد الموسم بقلي. يعني الناس الزباين كلها عارفه. طب نشوف بقى الرنجه. طب قول لي بقى لو وزن الكسوفه كام بعد الخلي بتبقى كام يعني؟ انا ممكن اوزن كيلو عشان في ناس بتسالني كذا السؤال ده. بوزن الكيلو بيصفي معايا نص كيلو. النص كيلو يصفي معايا ربع كيلو. تمام. في الخل. تمام. لكن في التنظيف ده عادي يعني. تمام. بس بحب اللي انا ايه تبقى الحاجه قدام الزبون. ده انا اطلعها له اخليها له. لكن اللي انا ما اكلوش احطه في الثلاجه. لا اللحم بيتغير. اللحم بيتغير. ده اللي انا اطلعه في الفريزر عادي. زي كده هو يتحط عليه شويه الزيت ويتحط في الفريزر عادي. عادي يطلع زي ما هو. يطلع زي ما هو. تمام. ما بقى دي الرنجه العاديه. دي الرنجه المبطرخه. الرنجه عندكم دلع؟ دي دلع 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 يعني. وانضف رنجه في السويس يعني عامه يعني. دي ابو العربي. اسمها ابو العربي. اسمها ابو العربي. انضف رنجه يعتبر في السويس. احب اجيبها عشان خاطر البطارخ بتاعتها. ما شاء الله. بطروخ الفرز. ده البطروخ الخشن. كل ما السمكه بتبقى حجمها كبير كل ما بيبقى البطروخ بتاعها اكبر. برضك ما نهدرش منها اي حاجة. سهلة برضك يعني. تنظيفها سهلة. سهلة بالنسبة لك يعني. ما شاء الله. هاي والله بالسهلة يعني الرنجة. خلاها ما خدتش في ايده اي حاجة ما شاء الله. دي بقى الرنجة المخلية.
وبرده ما هدرتش اي حاجه خالص. لا 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 الرنجة المخليه ولا دي اللي هي المبطرخه بطروخ الخشن. دي البطروخ اللي هو الخشن ده. البطروخ اللي هو الناعم. دي البطروخ الناعم بس ساعات بيبقى ساعات وساعات يعني. البطروخ الناعم ساعات وساعات. ده البطروخ اللي هو الناعم. في ناس بتحب الناعم وفي ناس بتحب الخشن. في ناس بتحب الناعم وناس بتحب البطروخ الخشن. انا ملاحظه ان انت بتفتح السمكه من ظهرها مش من بطنها. لا 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 عشان اعرف انا انضفها. وبتشيل شيل الراس والديل وتطلع معايا. بص السمكه سمينه يعني السمكه سمينه فيها شوك كتير فيها لحمه عامه يعني السمكه أيوة فيها لحمه. الصلاه على النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. شايفين ادي شكل بقى الرنجايه. دي الرنجايه اللي هي ايه البطروخ الابيض. البطروخ الناعم وده كان البطروخ الخشن وده الفسيخ. وهنشوف مع بعض السردين. السردين ايه بس انا السردين ما بنضفهاش عامه يعني. ما بتتنضفش. انا ما بنضفهاش عشان هي سهله يعني. طب قول لنا لا للناس اللي عايزه تنضفها في البيت بقى ازاي. هي سهله ايه يعني عرف الناس. بجيبها كده اهوت وبقطع الديل برضك. راس وديل اول حاجه بتبدا. راس وديل ومن كده من الظهر. الظهر وش ده لاي نوع بقى سمك مملح. اي سمك صغير عامه. شيل الشوكه دي بيبقى فيها شوك كتير. لا 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 انا طالما شلت السنسله خلاص. برده لونها وردي اهي. لا بالصلاة على النبي سردينة. دي بتبقى حادقة بقى السردين ولا؟ السردينة؟ مش قوي يعني. السردينة ما بتبقاش قوي. بيبقى عندكم ساعات بسارية. هي بص بقى اهو يجي بقى ايه؟ في ناس بتاكلها عادي بالجلد. في بتاكلها بالجلد وفي انا بعمل ايه؟ انا بخليها يعني ايه؟ بحب يعني ايه؟ انضفها من الجلد ده واشيله خالص. يعني عشان صغيرة متعبة شوية وعشان يعني عشان كده انا ما بحبش انضفها. أيوة اللي عايز بقى بينضفها هي سهلة في البيت. هو ينضفوها كده ده سهل. سهل بحيث ان هي ما تفضلش تقشر القش والكلام دوت. لا يعني انا ايه بجيبها كده اهوت بالسكينه وعلى طول يعني بتطلع معايا كده. اتشال معايا الجلد بس ما فيهاش ولا شوكه ولا اي حاجه. الله ينور عليك يا استاذ احمد. دي السردينه. ده شكلها السردينه. ده السردينه وده بعد لما خليناه. تسلم ايدك والله. الله يخليك. كلمنا بقى على الاسعار السنه دي. هي الاسعار والله يعني هل انتم مختلفين عن السوق بره الاسعار بره ولا اكيد ايه؟ اكيد احنا بنسمع اسعار غريبه بره. انا الحمد لله الحمد لله يعني ماشيين واحده واحده 20 10 20 10 كده. مش بتزودوا كتير؟ لا 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 خمسينات وكده. لا وازاي الناس اللي بره بكام الكيلو يعني السنه دي؟ النهارده السنه دي الكيلو عامل 360. 360 اللي هو 3 في الكيلو. اللي هو 3 في الكيلو. 2 في الكيلو. الاثنين في الكيلو. الاثنين في الكيلو كمان يعني ما شاء الله الاحجام الكبيره. كبيره. وعندي ملوحه عامله 250 وعندي السردينه 140 عندي بقى الرنجه المبطرخه. دي البطارخ الناشفه لازم تبقى مجمده شويه بره. دي هتبيعها ب 200 وفي 160 الرنجة العادية. انا الكمية لحد بعد العيد بإذن الله يعني مفيش يعني نيجي أول يوم العيد ونقول مفيش ولا الكلام ده بإذن الله يعني ربنا يسهل الحال بإذن إن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله. قول لي يا حاج عبود بقى شغالين من الساعة كام للساعة كام؟ بنبدأ من 9 الصبح لحد قبل المغرب شوية. وبعد كده صلاة العشاء من 8 لحد 11 12 بالليل كده. أنا شايفة إن في برضه ما شاء الله إقبال من دلوقتي يعني. أصل ناس زمايلنا عارفين يعني إحنا بنبدأ بدري شوية عشان بس اللي هو ضغط اللي هو الشغل والكلام ده. طيب فهم بياخدوا اللي هو البوري فبيحطوه في رز عارفين يعني. زي ما حضرتك قلت. تمام عشان تبعد عن ده مجمد 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 طالع من الفريزر عادي نشتريه ولا لا؟ لا في الأيام دي اشتريه. ما هو المفروض تشتريه مجمد. أصلاً. لأن حدش تبع اللي بياخده بيخزنه. مفيش حد بياكل اللي هو في سيف رمضان. لا فبياخدوه بيخزنوه عشان أول يوم العيد يعني. بس يعني. كل سنة وأنت طيب. صحة وسلامة. تنصح الناس بإيه عامة بقى بيتابعنا من كل المحافظات خصوصا في الفسيخ يعني تنصحهم بإيه؟ الناس بتشتري لما يجوا يشتروا يعني. طبعا في أماكن بتطلع أماكن بتطلع فجأة قبل لا لا هو أهم بإيه؟ حاجة هو يعني مش أهم حاجة يكون مصدر يعني موثوق منه. طبعا بالذات يعني يكون مصدر موثوق منه لا تمام فلازم يكون محل مترخص طبعا عليه رقابه صحه وتومين وطبعا احنا بيقول لنا طبعا بصفه دوريه اللي هو الصحه والتومين بيجي يشوف جدا بس لازم بياخدوا عينات كل فتره يعني
عشان برضه عشان صحه المواطنين والكلام ده كله. فده حلو خير يعني طبعاً. طبعا عشان المواطن نفسه يعني عشان زمان سلامه المواطن، لكن طبعا مصدر غير مسؤول فطبعا مين هيحاسبه؟ فبالتالي طبعا ما يروحوش بالسعر ولا الناس اللي مرغوله دي. تمام تمام. وبالذات كمان اللي هو الخلي، يعني اي حاجه خلي اي سمك تكون مخليه المفروض يشوفها قدام عينه قبل ما تتخلي. قبل ما تتخلي دي حاجه كده. اه لكن الخلي ده اصلا ممكن يكون سمك غير سمك او نوع غير نوع، هو بتاخد لحمه وبس على كده. لكن الخلي يكون قدام عينك اللي هو السمكيه وانت تتخلي قدامه. وانا بصراحه ما عمري ما بيع اللي هو سمك مخلي يكون باين، لازم طبعا في اللحظه بطلب العميل، بطلب العميل اللي هو قصاد عينه بخيل اللي هو السمكه بتاعته. جميل. في نفس الوقت آه الحمد لله رب العالمين. لذلك الحمد لله احنا عندنا ثقه طبعا الناس كبيره عندنا، فكل سنه وانتم طيبين. اشهر واقدم حد بقى في الحمد لله رب العالمين ده عن جدي. ما شاء الله. يعني انا عندي الرخصه دلوقتي قديمه من 64. في قبليها كانوا كده بس مش عارف انت صراحه. لكن الرخصه عندي يعني اقدم واحد في الحمد لله رب العالمين في السويس. في السويس كلها. فكرت تفتح فروع ثانيه هنا في السويس ولا اكتفيت بالفرع؟ لا الحمد لله رب العالمين يعني بقى عندي بس اه الحمد لله عرفتنا هنا وطول عمرنا هنا. لكن الدليفري برضك شغال؟ اه لا 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 والعيال عندي برضو في وفي يعني في قبل اللي هو المهنه اشتغل فيها وفي استاجر اللي هو خرج المهنه. فالحمد لله رب العالمين ربنا يوسع عليكم دايما يا رب. مشهورين انتوا بالطحينه. اه سلطه طحينه. ايه سلطه الطحينه بقى بتاعتكم دي؟ بيبقى سلطه جميله يعني بيبقى يعني بناخد كميه طحينه بتاعت الفسخاني الدندراوي. دي طحينة خام. خام دي كده خام. في ناس بتحبها اللي هو ايه السلطه يعني. هنا دي عباره عن ايه بقى يا حاج عبو؟ ميه ملوحه. ميه ملوحه شويه صغيره. شويه صغيره جدا عشان الملح شويه. وبعد كده بيضاف طعم جدا زي اللي هو سلطه الكباب. دي سلطه الطحينه آه. بتاعت فسخاني الدندراوي عليها ايه؟ ليمونه في البيت بقى. اه في البيت آه. ليمونه بتبقى طعمها جميل جدا وبتمشي مع الايه؟ مع ال مع السمك المالحه وتعادل الطعم وطعم. عايزها خفيف عايزها مالحه حسب طلب الزبون بالظبط اللي هو كميه اللي هو الميه اللي هو الايه؟ اللي هو الفسيخ. دي سلطه الطحينه مختلفه خالص عن اي سمك ثاني عن اي طحينه ثانيه. تسلم ايدك. معلش الناس اللي بتتابعنا بقى من بره السويس يا ريت العنوان وارقام التليفون. مكانكم فين؟ السويس اللي هو شارع احمد عرابي ال 40 محافظه السويس. السويس اه طبعا شارع الدندراوي. في خدمه دليفري؟ في خدمه دليفري في اللي هو 012 835 70774 وفي 010 29 72 60 60. تمام. دول اللي هو الرقمين بتوع اللي هو ليه دليفري. دايما من نجاح لنجاح ودايما مستمرين كده ان شاء الله بدعم يعني اهل السويس بالحاجات الجميله بتاعتهم. اشكرك جدا يا حاج عبد. شكرا يا استاذ. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. انت طيب. بشكركم جدا على حسن المتابعه وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفتح عينيك عزومة واتحسبت عليك، اللي نفسك فيه اطلبه، اللي معدتك تقدر عليه خده. كل الانواع موجودة وانت ومعدتك والحساب اكيد هيجمع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.